السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الملوخية كيشوفوها الناس على انها لزجة كتلصق فيها خيوط، وهذه المادة اللي كتلصق هي المادة التي تكنس القولون. المصران كتكنسو تسقل هذا الامعاء، وجيدة هي مع كيش تحفظ في الامراض. يعني ممكن اصحاب السكري بالعكس، هي جيده لاصحاب السكري، جيده لاصحاب رفع الضغط، الناس اللي عندهم سمنه، الناس اللي عندهم القولون العصبي، اللي عندهم ارسياش سرطان، اللي عندهم قرحه كل فئات يمكن تناولها، ممكن ياكلوا هذه. هي ماشي الخضر مش كثيره اللي خلق الله، فصل الصيف مسموح بها، والبنجر والبصل، ثم كيبقى هذيك القرعيات القرعيات الحمراء، اليقطين القرعه الحمراء كتكون موجوده، كتكون في يعني في فصل لا اليقطين، هي القرعه السلاويه كتكون موجوده. القرعه السلاويه هي اليقطين، هي اللي جاءت في القران. علاش؟ لان خصائص هذه الشجره من خلال القران وتعريف علمي، فكان هذه الشجره هي هذه اليقطين، القرعيات الاخرى ما كتطلعش، ولذلك ما سميناهاش اليقطين. نعم. اختلفنا مع كثير من الاخوان في مصر وفي الاردن هذيك، نعم. انما كيسميو الكوسه واليقطين، هي يعني لا، اليقطين هي اللي كنسميوها في المغرب القرعه السلاويه. علاش؟ لان هي الوحيده التي تعرش تطلع شجره، وممكن الى لقات كيفاش تقبط ممكن تطلع حتى للطبق الرابع في العماره، نعم. ممكن تمشي حتى ل 40 متر في العلو، سبحان الله. والاوراق ديالها كبيره، هي تتضلل، هي ضلت على سيدنا يونس، لا تضل لأن يعني خرج رماه الحوت عريان طيب، يعني ملتهب الجلد ديالو ما شاء الله كاع متقرح، وفي رائحة السمك والذباب غادي يجي، فهي تطرد الحشرات، نعم، تطرد الذباب، أنها تنعش لأنك تأخذ الماء من الأرض وكتلقوه في الجو، جيد، نعم، كتبرد الجو، أسبرد. أن الأوراق ديالها كبيرة، المساحة ديال الورقة ديالها كبيرة، أنها تحبس يعني حرارة الشمس. هذه وهذا اليقطين وخضرة فصل الصيف. نعم. كيلاحظوا الناس على انها مسوسه، نعم، كيقول لك باس لا ولا مسوسه، نعم. لماذا؟ لان ما فيهاش صوديوم، ليس فيها صوديوم، وهذه الخضره فيها الياف جيده، هي القرعه السلويه فيها الياف جيده. كيشوفوا الناس يقطعوها، الى ما عملوهاش في الماء كتسود كتكحل، اللون ديالها كيتغير، باش نعم. فيها مضادات الاكسده، مرتفع التركيز المضادات للاكسده، نعم. هي هذه الخضره القويه اللي خاص الناس يركزوا عليها في فصل الصيف، نعم. هي البنجر الباربه، هي اليقطين القرعه السلويه، هي البصل، شيء من الطماطم، لان يعني المشكل ديال الطماطم هو مشكل المبيدات، ولكن طماطم خضره صيفيه، يعني هذا ناموس كوني الله خلقها في هذا الفصل الصيفي الا ان الانسان غيرها. ثم الباميه، هذه الملوخيه كتبقى الرجله، نعم. رجلتها هي كتنعش، انا كيشوف المذاق ديالها شويه حامض، وهي جيده هذه الرجله، وكيكون هذه استهلاك اللحوم او السمك، نعم، الاشياء الاخرى، لكن النشويات كيكون الشعير، نعم، وكتكون الذره طريه، نعم، هذا اللي بغى يشوي، هذه الذره الطريه هي كتؤكل في يعني في هذا الفصل. والفواكه كاين على حسب الدول منتوجات اخرى، احنا عندنا في المغرب هذه المسائل، هذه عندنا كاين دول عندها منتوجات اخرى اللي ربما تكون عندها بعد خشاش الارض الذي ينبت في فصل الصيف، نعم. غير الناس حتى المهاجرين ديالنا في هذه الدول هذو يشوفوا الاشياء اللي كتخرج في الموسم ديالها بدون تقنيات، نعم، اللي كتخرج في الموسم ديالها جيد، لان يعني الفلاحه ملي كيزرعوا في الجزر مثلا في شهر 54، ما ليس هناك جزر اللي غادي يخرج من الارض ويعطي الجذور جيده، لان يعني الجزر كيزرعوه الفلاحه يمكن نقولوا حلان زريعه، نعم. حلان زريعه، ثم كيحطوا الناس البصله في الحوض باش ينقلوها من بعد يغرسوها في الخط، ثم كيزرعوا اللفت الخيزو، اللفت والجزر كيتزرعوا في هذه المنطقه والقرعه، نعم، هذه القرعيات ديال الموسم اللي كتجي معالين خير ان شاء الله. ولكن والفواكه كاين هو فصل الصيف، فصل بسيط، تغذيه بسيطه ولكن قويه جدا، نعم، قويه. كاين كان الناس يركزوا على الفواكه، يكثروا من الفواكه، البطيخ الاحمر، كاين هذه التينشوكي، كل الفواكه خلقها الله سبحانه وتعالى، نعم. وتمتد حتى الخريف، نعم. مع التمور ومع الرمان، جيد. ثم بعد الرمان كيدخل البرتقال، البرتقال هو الشتاء، هذا البرتقال كيحبس البرتقال ذكرنا بانه موجود فصل الصيف لا، حيت المغرب هو البلد الوحيد اللي فيه برتقال 12 شهر في السنه، سبحان الله، نعم، البلد الوحيد اللي فيه عادية، نعم. كاين انواع التي لا تجنى حتى لشهر 6، نعم. هذه الماروكليت والفالنسيانا، نعم. خصوصا الماروكليت، هي سموها ماروكليت، شنو هي ماروك؟ هي متاخره، ماروكليت هي ليت، هي متاخره، هي نوع يعني، نعم. كيتجنى حتى لفصل الصيف. طبعا دكتور هناك سؤال، تقول السائله ان يعني فصل الصيف كي الزمن
مع شهر رمضان المبارك. وطبعا احنا معروفين المغاربه كنعملوا الحريره. نعم. كنلقاو انتم قلتم دائما بان يعني القزبره والكرفس ما يعني مكاينش فصل الصيف. لا مكاينش فصل الصيف. اذا كيفاش احنا شويه مقدونيس قالت لك كيف يمكن ان نطبخ الحريره بدون هذه؟ لا شويه نعملوا فيها شويه مقدونيس وشويه البازيليك هذا كيعملوا فيها شي عليين. الحريره ماشي هي المغاربه لما كانش الربيع كنسميو الربيع. نعم. باش تبقوا لهذا الخضراء ما كاينش حريره. ما كتكملش هذيك الحريره. ما كاينش حريره. ولكن خير ان شاء الله. راه دابا كاين الفلاحه كيديروا حتى القزبره كاين في هذا غير هو الكزبره من الاحسن تستهلك في شهر 4 الوقت ديالها كتكون يمكن الرائحه ديالها جيده بدون ري بدون سقي بدون تقنيات بدون مبيدات موال يعني الفلاحه كيشتوا القزبر كيطلع يعني ما وزياده على ذلك قالت لك بان طبعا احنا هي اي حاجه خضراء هي اي اوراق خضراء ممكن تقطع ودار في الحريره غير هما النساء كيعرفوا غير القزبر والمعدنوس والكرفس وطبعا حيت الرائحه ديالها جميله اوراق الكل البصل شي اوراق البصل مزيان لو كانوا يقطعوها رقاقه رقيقه مزيانه اوراق البصل هي تتعمل في الحريره اكيد نعم اكيد وكاين اشياء كثيره اللي ممكن تعمل في الحريره غير شويه وهي تسالك بالنسبه للسلميه والمرد الدوش في فصل الصيف يعني كيكونوا موجودين هل كيكون كيبقاو حتى لفصل الصيف نعم نعم كيبقاو حتى لفصل الصيف ولكن تستهلكوا قبل شهر سعود نعم قبل ما يدخل الخريف الا دخل الخريف صافي مابقاوش هاد النباتات كلها مشات مابقاتش تستهلك جميع الاشياء اللي كتعطي نكهه واللي كتعطي مواد طياره لا توجد في فصل الخريف وفصل الشتاء لا توجد ولا الناس شموا ريحه شي حاجه في فصل الخريف يعني يخبروني يعني هذا ناموس كوني الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء التي تنكي لك علي كما قلت هذه تمرسيت هذه اللي كنسموها حنا تيميجا زعتر هذا النوع ديال الزعتر وهو الزعتر نفسه نيتو تيكون في شهر 4 و5 يعني شهر 4 كيبدا ينور شهر 5 كيكون النحل كيعمر منه في شهر 5 كيقطعوا العسل ديالو كيقطعوا في اخر شهر 6 و7 كيقطعوا العسل ديال شهر من المنطقه ديال خنيفره ديما كنلقاو يعني شهر 7 النحاله قطعوا يعني الزعتر لان كيكون عمر منه هذا فهذا وعليين ما كيعمرش بسهوله من زعتر النحله لان لون الازهار ديالو ماشي جذابه لان النحل يفضل الاصفر والبرتقالي اللون الاصفر والبرتقالي ثم كيخلي اللون الازرق بحال هذه الخزامه لان كيعمر ممكن يعمر من الخزامه لكن الخزامه عندها نواره يعني الزهره ديالها زرقاء ما كيعمرش منها بسهوله ثم يعني كيخليه هذه الالوان الاخرى هي الاخرى الازرق والابيض كيبقى ولكن كيفضل الاصفر والبرتقالي هما اللي كيمشي لهم الاولين ثم عاد رجع لهذا فهذا حتى الزعتر كما قلت حتى هذه الاعشاب هذه عندها موسم يعني هي شهر بعد اخر فصل الربيع هي تقريبا كلها اخر فصل الربيع ولكن هذه النباتات راه كتسقى هذه اللي السيده كتسال على مرد الدوش على السالميه وعلى هذه نباتات كتسقى يعني كتبقى تشتد في فصل اخر فصل الربيع كتبدا من شهر 5 هي كتزيد واش شهر 4 كتبدا السالميه كتزيد دكتور كتنور السالميه نعم. كتنور شهر 5 نعم. و6 ثم كتبقى يعني كتبقى صالحه للاستهلاك حتى شو تنبير حتى 22 شو تنبير جيد نعم. لكن بعد 22 شو تنبير ملي كتخرج هذيك واحد العنصر كتخرج هذاك المطرق من الارض يعني الفلاحه كيعرفوا هذه الاوقات هذه فمن تما من الله صافي مابقاش النعناع مابقاش المرد الدوش مابقاش السالميه مابقاش صافي يعني ليس هنا معني علاش لانك تبدا الدوره النباتيه تتغير في هذه النباتات وهي ولا لا لا ولا تصلح لا طبعا يعني هي تما كتبدا الاشياء اليابسه وشو سبحان الله شوف التومه عندنا احنا مصنفه مع المواد اليابسه والبصل لا البصل مع المواد الطريه ولذلك الناس اللي كيخزنوا البصله كيخزنوها في المطامر وفي السلل وكيبيعوها في فصل الخريف وفصل الشتاء فهذه لا تصلح للتغذيه لماذا لان هذاك الفصل ملي كتصب الشتاء الاولى كتخرج النبته الاوراق ديالها كنسموها الخضاريه نعم هذيك البصله اللي كتخرج النبته كناكلوا الاوراق ما كناكلوش الرؤوس خصنا الجذر خص حتى يعني الفلاحه يعرفوا هذا كيولي الاوراق ديالها ملي كيطوالي وكيوليو مزيانين كنحيدوا المؤخره ديالهم كنزولوا المؤخره ديال الاوراق ولكن الرقبه اللي كنسميوها هذيك الرقبه اللي خارجه من الارض اللي خارجه من هذيك الكركوبه اللي كنسميوها هذاك الجذر فالبصل يستهلك على شكل اوراق علاش لان الاوراق كتسخن اكثر من البصله في فصل الخريف وفصل الشتاء ملي كتكون فصل اخر فصل الشتاء صافي يعني البصله راه تما ولاو كيجيبوها واخا باقي الرؤوس ديالها صغار ولكن ولات تدخل السوق ربطه تدخل بالربطه ثم كتولي جيده في فصل الربيع هائله
حصله هائله في فصل الربيع لو كان النساء يخضروا بها بالاوراق ديالهم. نعم بالاوراق يعني هنا يعني هائله خضره هائله، لكن مع الاسف يعني مع الاسف النساء حتى البصله الحمراء ما كيبغيوهاش، كيقول لك كتزراق ملي كطيب كتزراق. هي بالعكس ملي كتزراق عاد جيده، لماذا؟ لان فيها مضادات للاكسده، هي قويه لان فيها ماده الاليسين وهذه الفلافونويدات اللي كاينين، بالعكس قد ما زراقت هي فيها تركيز عالي. يعني سؤال اخير تقول هل هذه طبعا الاعشاب مثل السلميه والمرد الدش يضاف اليها مبيدات فهي تخاف يعني ان تضعها في ابريق الشاي؟ ليس في علم عليا. المناطق اللي شفتها في تانسيفت هي المنطقه التانسيفت هي اللي فيها هذه الاعشاب بكثره، يعني من واد الحجر حتى لتغدوين حتى هذه المناطق كلها فيها هذه، علي هي تنبت في جميع المناطق يعني حتى في المناطق حتى في مكناس وحتى في بن سليمان الناس لا لا حيت طبعا دكتور حنا كنلقاوها على طول العام. الا زرعوا السالميه في بن سليمان وهالمصائر هي تنبت في جميع المناطق. لا واش كتبقى على طول العام؟ الفلاحه ما كيعرفوهاش في الشوارع تبقى على طول. لا هي ما كت ملي كيغرسوا هذاك كيبقى غير يقطف الجذور ديال هذا الاوراق ديالها ويخليها تما، هي كتبقى 15 سنوات ماشي حيت في السوق موجوده صيف شتاء ربيع. لا عليا هي كتبقى خضراء، ماشي كتبقى خضراء لان ما كتخرفش، كنقولوا ما كتخرفش، ولكن الاستعمال ديالها يعني المثالي هو فصل الصيف.